بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج طبعات المشاهد. نبدأها بالعناوين. صحيفة الحياة: مشروع نظام للذوق العام في الشورى و3000 ريال أو السجن شهرين عقوبة الإساءة إلى المظهر العام. الثلوج تعانق مرتفعات تبوك وهيئة الأرصاد وحماية البيئة لصحيفة الوطن، الفرصة لا تزال مهيئة لتكون السحب الرعدية. صحيفة الرياض والمدينة: إحصائيات عقوبات المرور الجديدة تخفض الحوادث بنسبة 25%. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. ارحب بضيفي في الاستديو خلف الخميسي، نائب مدير تحرير صحيفه اليوم. اهلا بك. اهلا وسهلا، حياك الله. يا اهلا وسهلا. وايضا ضيفي من ابها سعيد الميلس، صحفي في جريده الوطن. اهلا بك. اهلا وسهلا استاذ بدور، وفرصه جميله ان انا اعيد التواصل معكم. حياك الله. ابدا معك خلف، يعني صحيفه الحياه عنونت الخبر، لما تقرا العنوان تحس انه النظام صدر خلاص، ولكن لما تقرا العنوان، لكن لما تقرا الخبر تتفاجئ انه المشروع لازال نظام، يعني حتى لم يدرس. هو عاده بعض الصحف انها لابد انها تشتغل على عمليه الشو في الخبر. نعم. وعاده في الصحافه كعموم الخبر او العنوان يعتبر لي انا، والماده تعتبر للجهه اللي المنقول عنها الخبر. نعم. زائد انه الخبر اذا قرأنا الخبر او في ثنيه الخبر، هذه دائما الاخبار تتحدث او يعني يكون مصدرها الشورى او نقاشات في الشورى. عاده الشورى يكون عنده خلال جلساته مجدول، مثلا خلال الشهر هذا او خلال هذه السنه يكون عنده بعض الاعمال اللي بعد ما يصوتون عليها اللجنه تدخل في حيز اللي هو يكون عليها التصويت العام داخل قبه مجلس الشورى. مثل هذه المواد يعني او مناقشتها في الاعلام قبل طرحها، هناك يمكن له عده جوانب في عمليه رده الفعل او معرفه الراي العام في هذا الجانب. نعم. اذا تحدثنا عن هذا الموضوع اللي هو الموضوع، يعني ارجع اقول لك ان يدرس في مجلس الشورى ليس يعني الموضوع الاول او الموضوع الثاني، يعني نعم. ربما في بعض الاخبار اللي تنقل في الصحافه انها تكون هي تحت الدراسة، لكن هي فقط يعني ممكن احنا نسميها هنا كإشارة انه والله انه اليوم الفلاني انه راح يناقش الشورى. المفترض في هذا الجانب يعني ما انقل انا فقط ايش راح يجلس، انا ممكن اخذ الاجندة حقت مجلس الشورى واتحدث عنها كيف ما شئت، اخذ البنود حقت مجلس الشورى واحطها مثلا في الصحيفة سواء في عدد اليوم أو عدد بكرة، سواء مثلا أقول اليوم يتحدث الشورى أو أنه أقول والله مثلا مطلع الأسبوع الجاي. المفروض بدور في نعم. هذه الأمور يؤخذ رأي المختصين في هذا الجانب. المفترض المادة أنها تتطور، وليس أنه تكون فقط أنه نقل الخبر أنه والله أنه يناقشون الأشياء الفلاني وانت الموضوع. نعم. مثلا لنضرب مثال إجازة اليومين اللي جلست عند الشورى كثير، المفترض أنه يؤخذ رأي المختصين في هذا الجانب، يؤخذ رأي الشورى أو الرئيس اللجنة في هذا الجانب عن سبب التأخير، عن سبب مثلا وضع هذه المادة، وضع هذا القانون، أو وضع هذه الطرح المناقشة. هنا المفترض أن تكون مهنية الصحيفة أنها تأخذ ما وراء الخبر، وليس تأخذ فقط عنوان الخبر وأنه مجلس الشورى أنه راح يناقش هذا الجانب. نعم. أستاذ سعيد، أنا عشان نتعمق في الموضوع أكثر خليني أقرأ لك الخبر، يعني من حيث عنونت صحيفة الحياة: السجن أو الغرامة لمخالفي قانون حماية الذوق العام في المملكة، حيث يناقش مجلس الشورى السعودي قريبا مشروع نظام حماية الذوق العام والذي يسعى إلى الحد من الإساءة إلى المظهر العام للمجتمع، ويستهدف هذا المشروع الحد من الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية، وأيضا دعم الجهود التوعوية التي تستهدف حماية الذوق العام في المجتمع. أبغى أسألك أستاذ سعيد عن يعني هذا الخبر، تفاصيل الخبر لما نقرأه يعني في ممكن معلومات كافية لكن ما في مصدر، الصحيفة لم تضع مصدر لهذا الخبر، يعني ما نعرف هذا المصدر
هل هو مثلا عضو في مجلس الشورى؟ هل المصدر المتحدث الرسمي لمجلس الشورى؟ أو أن الصحفي حصل على هذه المعلومات بطريقة خاصة؟ اولا هو كمشروع اتمنى انه يعني يتم ولا 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 يحبط لاهميته في الشارع العام في المملكه. احنا نرى بعض الممارسات وبعض الخروج عن النص من بعض الاشخاص، وسن مثل هذه العقوبات وهذه الغرامات امر ممتاز جدا. انا لفت نظري اولا الفرق الكبير بين الغرامات، هي مخيره بين 3000 ريال أو السجن لشهرين، وهذه يعني في جاب كبير بين المخالفتين، إما يختار 3000 أو السجن شهرين، ويعني بكل تأكيد المبلغ المالي قد يكون هو الأهون. أما في ما يخص سؤالك فغالبا يعني إظهار مثل هذه الأخبار أو تسريبها هي لقياس يعني ردة فعل الشارع، قبوله أو إبداء ملاحظاته من خلال مواقع التواصل. يعني أتوقع اليوم قد يشكل مثل هذا الخبر ترند في حسابات تويتر. الخروج مثل هذا الخبر قد يكون باجتهاد من الصحفي، قد يكون بتسريب مثلا من مقدم الورقة في المجلس يعني قياس ردة الفعل، ويرغب في عدم مثلا ذكر اسمه أو الإشارة له بأنه من زود الصحيفة أو الصحفي تحديدا بمثل هذا الخبر. احنا زي ما نشوف انه لا زال ورقة تقدم وسيتم التصويت عليها، يعني لا زالت في مراحلها الاولى، مع اني اتمنى يعني ان يعني يتم الاستعجال في مثل هذا الملف وحسمه بشكل عاجل لاهميته. الامر الاخر فيما يخص النظام في المجلس فهو يعني لا زال ينتظر التصويت، هي ورقة تقدم من اللجنة وسيتم التصويت عليها إن شاء الله. لكن مصطلح كلمة قريبا هذه لفتت نظري في الخبر، وكأن موعد التصويت أو موعد طرح الورقة هذه لم يتم الموافقة على الموعد أو إقراره بشكل دقيق، وبالتالي هي يعني يثبت الخبر بكامل تفاصيله أنه لا زال في مراحله الأولى، قد يناقش قريبا، الموعد غير واضح. ولكن هو أمر أعتقد أنا في اعتقادي الشخصي أنه سيتم الانتهاء منه وتطبيقه، لأن شهدنا في الفترات الماضية تطبيق أو تجريم بعض المخالفات كالتحرش والاعتداء على الأطفال وما شابه، وبالتالي هذا قانون سيتم إن شاء الله التصويت عليه بأغلبية في المجلس، ومن ثم إقراره كقرار للجهات العليا لتطبيقه. نعم، ننتقل إلى ثاني ملفاتنا الصحفية لهذا اليوم مع صحيفة الوطن التي رصدت من خلال عدسة الكاميرا فرحة أهالي تبوك بسقوط الثلوج على مرتفعات جبل اللوز ومنطقة علقان، ونشرت الوطن أيضا عدة صور أظهرت الإقبال اللافت للأهالي لمشاهدة الثلوج وتحول جبل اللوز إلى متنزه ثلجي. خلف، ايش رايك في الماده الصحفيه؟ يعني هل لمست جهد الصحفي في مثلا اعداد الماده الصحفيه، او انه مجرد نقل لما اوردته هيئه الارصاد؟ اول حاجه ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا في الامطار. امين. افتقدنا الامطار خلال الفتره الماضيه، وبرضه افتقدنا الكشتات والروحات والجيات والثلوج على الرياض. لا، الثلوج على الرياض هذه صعبه كثير، لكن يعني احنا ننبسط مثلا اذا تساقط الثلوج على مدن من مدن المملكه العربيه السعوديه او الامطار، ونفرح. يعني هذه كلها تعتبر دولتنا ومملكتنا الحبيبه. نعم. الخبر مثل ما قلتي، يعني احنا اول حاجه المنظر الثلوج جيد، يعني خلينا نكون منصفين، وصراحه شيء يمتع الانظار عندما نشاهد هذه تغذيه بصريه بقوه، لانه يعني هي دائما عاد تبوك ما شاء الله هي دائما ينزل عليها الثلج. صحيح. كينا يعني بعض الاعوام وليس كل الاعوام، خاصه يعني هم اللي يستمتعون في الثلوج ونحن نستمتع في البرد اللي بيجينا عقب. نعم. لكن بعض المواد يعني مثلا هذه المادة إذا تحدثنا كصحافة، ليس أنه كل مادة أنها لابد أنه يكون فيها تعب وجهد كبير. بعض المواد الصحفية تكون عبارة عن صورة. صحيح.
اي وعباره عن نقل حدث يعني. هذا هذا الموضوع يعني لا يحتاج انه انا انه انزل الميدان كصحفي وانه اخذ راي الجمهور كيف انه شفت الثلوج سقطت على مدينه تبوك. نعم. في بعض اخبار يعني لا تستحق انه العناء الكبير انه في عمليه ممكن نقدها او النظر اليها. الان مثل الثلوج انا مثلا كصحفي او متخصص لا انظر الى اسم الكاتب. نعم. نهائيا. ليش؟ لانه الماده عباره عن صوره. صحيح. فقط ربما انه اشاهد يعني اذا اضطريت انه اشاهد بعض التعليقات اللي تكون اسفل الصوره، لكن اذا جينا على الماده الرئيسيه انا ما انظر للاسم الصحفي لانه الماده غير مهمه بالنسبه كصحفيا يعني ليس سابق صحفي او انها كلنا يعني وصلتنا من خلال جوالاتنا ومواقع التواصل الاجتماعي كلنا. نعم. شاهدنا مناظر الثلوج تتساقط على تبوك. لكن كصحفيا لا. مثل المادة اللي كنا نتحدث عنها قبل قليل لا أنا يهمني أني أنا أشوف اسم الصحفي علشان أعرف مثلا قوة الصحفي قوة مصادره. أي ثلوج تبوك يعني ما يحتاج لها لا مصدر ولا يحتاج لها عملية أنه والله مثلا تحتاج إلى تغطية ميدانية مثلا ولا تحتاج يعني بعض الأشخاص أو بعض المحررين أو بعض الجهات تعتمد مثلا بعض المرات في تغطياتها أو في بعض جلب الصور على واس. صحيح. عادة وكالة الأنباء السعودية عليها يعني هدي كبير في عملية تغذية سواء الصحف المحلية أو نشر الأخبار على مستوى العالم. نعم. وصراحة يعني نوجه لهم شكر عميق لأنه هناك نقلة نوعية في واس سواء تحدثنا في المحتوى أو تحدثنا عن اللغات اللي تبث فيها موادها. نرجع إلى تبوك ومادة. نعم. تبوك إحنا إن شاء الله نتمنى إنه يعني نغيظهم شوي يكون عندنا إحنا مطر وهم خلى عندهم ثلوج. ما إن شاء الله بإذن الله أو نتبادل نبي الثلوج إحنا نروح لهم نروح لهم. أستاذ سعيد أبغى أسألك يعني في بعض الأحيان نقدر نقول إن الصورة أبلغ من الكلام أو من الخبر. بعض الصحف المحلية تعطي أولوية أكثر للخبر بحيث نشوف الخبر طويل جدا وما يرافقه صورة والعكس صحيح. أيهما أصح يعني صحفيا ومهنيا؟ هل الطريقة الأولى أو الثانية أو لازم يكون في توازن؟ هي تختلف باختلاف نوع الخبر كما تقدم الزميل في شرح مضمون المادة. يعني أنا أشوف المسار اللي اتخذته صحيفة الوطن في هذا الموضوع تحديدا هو مادة عدسة يعني مادة صورة لم يطيلوا في موضوع التكست كثير. هي أعتقد ما يقارب سطرين أو ثلاثة أسطر لشرح مبسط لصفحة كاملة من الصور. القارئ تهمه في مثل هذه الأحداث تحديدا موضوع الصورة. يعني كثير من الصحف تحرص على التقاط في مثل هذه المواسم يعني خصوصا في تبوك في جبل اللوز في تبوك كثير من الصحف قد ترسل مثلا مصورين فقط ولا يتم الاستعانة بمحرر أو بمراسل تحديدا مراسل صحفي لمثل هذه المهمات. هي مهمة مصور التقاط صور معينة قد يعني يتم ترشيح شيء منها للصفحة الأولى إذا كانت صورة ملفتة وصورة فيها احترافية كبيرة. المادة اللي أمامنا الآن في صحيفة الوطن تحديدا هي مادة صور وهي ما يبحث عنها القارئ في الصحيفة. لا يهمه التفاصيل معينة من الأشخاص الموجودين كيف استمتعوا إذا في صعوبات واجهوها لأنه أساسا مكان عام ومكان يعني مزار سنوي في مثل هذا الوقت تحديدا. وبالتالي التركيز على الصور في مثل هذه التغطية الصحفية أو المادة الصحفية تحديدا هو الهدف وهو الأساس. وما اتخذته صحيفة الوطن تحديدا هو الشيء الصح في إبراز الجانب الصورة فقط. نعم. يعني الصورة تتحدث يعني ما نقدر أحيانا نحرق المادة إذا أضفنا أشياء خبر مثلا كتابي أكثر من اللازم على الصورة خلاص الصورة تقوم بالواجب. لكن سؤال أخير لا خلي قبل السؤال خليني بس على موضوع الصورة على عجالة. اي احنا ما دام احنا في وقت الظهيرة والآن غالبية الناس ممكن. نعم. انهم يعني على وشك انهم يتغدون اللي صاحين يعني بدري. انت تخيلي الآن بجيب لك صحن او مائدة طعام كبيرة. نعم. واقعد اروح اشرح لك انه هذه كذا وهذه كذا وهذه الاكل الفلانية او هذا او اعطيك شروحات عن المائدة خلاص هشبع. انت غير قبل ما اكل انا كاني قاعد اقول لك ان اجل غدانا لكن انت الان الوجبه اللي امامنا هي اللي تشرح نفسها بنفسها. صحيح. مناظر الثلوج والبياض اللي يكتسح الجبال هو يقدر يشرح نفسه بنفسه. صحيح. طيب في هذا المحور سؤال اخير كيف تقيم اهميه عمل الصحف المصور الصحفي تحديدا؟ لا على عجاله لا يقل عمل المصور الصحفي انا الصحفي ذاته
لأنه بعض المرات يكون عند الصحفي أو المصور الصحفي التقاطه في زاوية محددة في أو لموضوع محدد يكون أبلغ من عملية الخبر. صحيح. يعني مثال بسيط ما حدث في جدة عندما كان سائر المركبة يسير على الرصيف وحتى من باب الطرافة قالوا أن العائلة أو هو صاحب السيارة تفاجأ أن العائلة هي اللي تسير على الرصيف. نعم. هذا مين اللي يعني الأول كان الرسالة اللي وصلت للجمهور ثم للمرور جدة وقبض على المتهور اللي وصلها مصور عادي. صحيح. فالمصور أرجع أقول لك لا تقل أهمية الصورة. صحيح. عن الخبر ذاته. بعض مرات في بعض الصحف كانت تتخذ سياسة أنه يحطون صورة محددة ويحطونها مثلا للمسؤول. نعم. وممكن بمرات يكون شرح بسيط. صحيح. لكن كانوا يكررون صورة يومية حتى تزال هذه المخالفة. نعم. فبمرات الصورة تكون أبلغ من الخبر. جميل. والعكس صحيح. خليني أنتقل إلى ثالث ملفاتنا الصحفية وخبر من صحيفة الرياض بعنوان 15% نسبة انخفاض الحوادث المرورية في مدن المملكة، حيث سجلت الإحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور انخفاض لأعداد المصابين في 10 مناطق للربع الأول من العام الحالي 1439. وفي سياق متصل ذكرت صحيفة المدينة أن تغليظ العقوبات كان لها أثر كبير في إعادة الانضباط للحركة المرورية وانخفاض نسبة الحوادث المرورية إلى 25%. أستاذ سعيد، يعني إذا لاحظنا الخبر كيف، يعني أبغى أسألك عن كيف تناولت صحيفتين، صحيفة الرياض وصحيفة المدينة الخبر. خليني أذكرك في الموضوع أكثر أو أحدد سؤالي أكثر. صحيفة المدينة عنونت الخبر بالعقوبات بينما صحيفة الرياض عنونت الخبر بالنسبة، مين صح فيهم؟ أنا يعني برأيي الشخصي أنا لغة الأرقام أرى أنها الأفضل وهي اللي ملفتة بشكل كبير. موضوع العقوبات قد يؤخذ على شكل انفوغرافيك بإخراج جميل وقد يلفت النظر ويتم متابعته، ولكن موضوع الأرقام غالبا هي الملفتة. أنا أشوف أنه يعني توجه صحيفة الرياض للعنوان الرقمي ممتاز جدا يعني ونسبة محفزة ونسبة ممتازة، يعني 15% الحوادث على مستوى المملكة منخفضة، الحوادث المميتة أو الحوادث القاتلة إن انخفضت بما يقارب 25%، يعني الربع. بلا شك أنه موضوع العقوبات كان له دور كبير، موضوع المخالفات الغير معروفة والمجهولة، يعني إحنا كلنا نتداول أنه مثلا الملزم بربط حزام الأمان هو السائق، وهي في النظام لا، السائق والراكب وحتى كرسي الأطفال يوجد عليه مخالفات معينة. المهم في هذا الجانب تحديدا انه الخطه او القرار ادى بشكل كبير ما كنا نطمح له في انخفاض الحوادث المروريه، وهو بلا شك يعني متابع في جميع انحاء المملكه. نعم. انه في 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 تطور في هذا الجانب تحديدا، نتمنى ان ترتفع النسبه ان شاء الله في العام الحالي والاعوام القادمه ان شاء الله. نعم. الخلف اي من المادتين يعني قدر يشد انتباه القارئ اكثر؟ وسؤال آخر برضو أنه ليش الناس دائما يجي عينها على طول على أرقام أول؟ هو إذا تحدثنا كمهنيين مثل ما ذكر الزميل، عادة الصحافة يعني تبحث عن لغة الأرقام وهي تكون مهمة إذا تحدثنا في باب الصحافة، لكن عادة الجمهور العام يعني يناظر على الشيء الخسائر اللي هو ممكن ربما يخسر فيه. نعم. يعني قاعد يناظر ممكن على الأشياء اللي هو ربما يعني تغليظ المخالفات، زيادة عدد المخالفات، سداد المخالفات، هذه الأشياء دائما ينظر إليها يعني عامة الناس. يعني الخبر ركز على جانب ولم يركز على جانب آخر. المفترض برضو هناك يعني حملة فعلا توعوية. المرور. نعم. السعودي اشتغل خلال الفترة الماضية على عملية يعني ضبط السير أو المخالفات أو الطرق أو من هذا الجانب، لكن غفل عن جانب كبير وهو عملية التوعية. ليس عملية يعني رجل الأمن أنه فقط رصد المخالفات. نعم. إحنا الآن قاعد نشوف في شوارع الرياض وشيء كارثي صراحة، فقط رجل مرور ماسك جواله وقاعد يفر على السيارات وحتى عند الإشارات وبين السيارات ويصور أي مخالفة يشوفها بدون أي توعية. ايش اللي يمنع حتى اذا صورت انا هذا الشخص واعطيته مخالفه مروريه انه انا اعلمه ايش خطاه؟
في المداخل والمخارج في مدينة الرياض تحديدا أتحدث، ماسك جواله ويصور أو ورقة ويسجل فيها ولا يعلمك إيش المخالفة اللي أنت ارتكبتها. نعم. يعني المفترض هنا يعني إدارة المرور انها فعلا تتدخل في جانب التوعوي. احنا لا نتحدث عن المبالغ اللي يدخلها المرور من جراء المخالفات المروريه، لكن نتحدث المفترض هناك يكون جزء من هذه المبالغ للتوعيه العامه. هل هناك برضو غير التوعيه العامه، هل هناك برضو من المبالغ هذه تخصص للمستشفيات، تخصص للاصابات، تخصص لحملات التوعيه؟ يعني ليس المفترض انه ليس او لا يكون المرور فقط، احنا ممكن غير مسارنا شوي، انه يكون فقط في جبايه الاموال من خلال المخالفات المروريه. يعني افهم من كلامك انه القارئ يشتد اكثر الى لغه الارقام اكثر، خاصه فيما يتعلق بالمرور والحوادث المروريه، ولا يعني يركز على كم بيدفع جراء هذه المخالفه؟ نعم اكيد. الى اخر ملفاتنا الصحفيه ومشاهدينا لهذا اليوم، وخبر من صحيفه الوطن بعنوان تشكيليتان تطلقان جرافيتي المركبات احتفاء بقياده المراه، حيث أعلنت التشكيليتان السعوديتان زينب المحوزي ورقية المتروك إطلاق هذا المشروع الذي لفت انتباه زوار مركز المعارض الدولي في الأحساء، وهما ترسمان على المركبات بكل احترافية، كما ذكروا بأن المرأة تفضل التعامل مع المرأة في الكثير من احتياجاتها ومن بينها تزيين مركبتها. هل صحيفة الوطن سعيد أنها طرحت الموضوع بشكل ملفت للقارئ وبشكل جذاب، يعني من خلال انتقائها لهذا الموضوع المميز؟ الصوت تري ما كان عندي واضح. ما كان واضح. كنا نتكلم عن تشكيليتان سعوديتان يرسمون على المركبات اللي هم السيارات. أنا قرأت الخبر تحديدا، هي يعني فعالية أعتقد في مهرجان أو في منشط في محافظة في منطقة الأحساء، ولكن اللي لفت نظري أنا وأتمنى أن نربطه في الخبر اللي قبله اللي هي تعديل، إحنا نتكلم عن المخالفات المرورية عن التجاوزات. أنا يعني لو كان الزميل الصحفي أو يعني مشاغب بشكل أكبر لذهب إلى أبعد من هذا، وهو الجانب المروري. إحنا نعرف أنه التعديل وإضافة أي أجزاء على السيارة، طبعا هذا تسمعين أختي؟ أي أسمعك. في مخالفة، أي في مخالفة. لو يعني أنا تمنيت أنه لو كان مثلا يعني نخرج برأي للمرور مثلا تحديدا في مثل هذه الفعالية، هل هي تم الأخذ الإذن فيها، لم يأخذ الإذن فيها؟ لأنه مجرد خروج المركبات بهذا الشكل حتى وإن كان فن، ولكنه مروريا في مخالفة في تغيير ملامح السيارة وتغيير اللون. أما فيما يخص الخبر تحديدا فهي نعم. فعالية جميلة كانت، يعني بدايتها بدأت من الجدران، الآن نراها على المركبات، ولكن بما أننا نحتفي بانخفاض المخالفات نعم. المرورية والضبط في هذا الجانب، يجب أن جميل. ننتقل أيضا في تعديل السيارات أو إضافة الألوان الغير نظامية عليها. نعم. سؤال أخير أستاذ خلف، يعني في الخبر لقينا موجود يعني 2-1، أول شيء معلومتين، المعلومة الأولى اتجاه المرأة للتزيين وهذا بحسب فطرتها أكيد، والاتجاه الثاني أو المعلومة الثانية اللي هي طرح فكرة الجرافيكس أو الفن التشكيلي، يعني هو نوع من أنواع الفنون التشكيلية الجديدة على المجتمع. كيف شفت يعني سياق هذا الخبر؟ أنت ذكرت أن المرأة تحب التزيين، أكيد يعني بكرة ذا يعني وقت السماح إن شاء الله بشوف سيارات فوشية ممكن وألوان سيارتي فوشي وموف أو شيء زي كذا أتوقع يعني إن شاء الله. شوف الخبر اللي يعني العين تعشق الجمال عادة وشيء جميلة، لكن أنه أنا أصمم السيارات أو أغير مظهرها هذه تعتبر مخالفة مرورية، وأي تعديل في مظهر السيارة أو الاستكارات أو اللي تحجب الرؤية في هذا الجانب، نعم. إلا إذا كانت مثلا رسالة توعوية مثلاً عن السرطان، عن أي أمراض نعم. مثلاً محددة أن أعمل عليها رسالة توعوية، لكن أني أنا أنقل الفن إلى المركبات، هنا المركبات يعني هي تعتبر صغيرة، حتى إذا كانت سيارات كبيرة أو, نعم. أو الباصات حقت السياحة ممكن إحنا نوصل هذه الرسالة، ولكن إني أنا أنقل نعم. الفن من الجدران أو اللوح إلى السيارات، أتوقع أنها فيها مخالفة مرورية. نعم. والمرور هذا دخل سؤال تقليدي في حلقاتنا في برنامجنا عموما، أكثر المواضيع اللي شدتك أستاذ سعيد من مواضيعنا اللي طرحناها؟ أعتقد الموضوع المخالفات المرورية والحوادث انخفاضها بهذا الشكل الكبير، أنا أراه يعني أجمل الأخبار وخبر مبهج بشكل عام. نعم جميل. أستاذ خلف،
المظهر العام، ونحتاج فعلا تعديل المظهر العام إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، أشكر ضيفي في الاستوديو خلف الخميسي نائب مدير تحرير صحيفة اليوم، وأيضا من أبها سعيد الميلس صحفي في جريدة الوطن. الشكر الأول والأخير لكم أنتم مشاهدين الكرام، شكرا على طيب المتابعة، أتمنى لكم متابعة ممتعة مع بقية برامج الإخبارية. إلى اللقاء.